بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتحدث إليكم في هذه الحلقة عن تربية الأولاد. نقول إن الأولاد إذا ربوا على الخير وعلى البر والإحسان كرم الأخلاق نشأوا على ذلك، وسهل عليهم فعله في الكبر لأنهم اعتادوه وانصبغوا به. أما إذا أهمل الوالدان الأولاد في الصغر لا تجني من الشوك العنب، لأن الأولاد يكونون قد كبروا وتجبروا ولا يمتثلون لأوامر آبائهم في الغالب بعد الكبر. أولاً لأنهم يرون في أنفسهم الاستقلالية، وثانياً لأنهم لم يعتادوا فعل الخير من الصغر ولم يعتادوا الإحسان من الصغر، فلا يتوقع منهم فعله بعد ذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والأمور بأسبابها بلا شك، الله على كل شيء قدير، قادر على أن يهديهم، ولكن الهداية مربوطة بسبب من قبل العبد، لأن بعض الآباء إذا نصح في أولاده يقول الهداية بيد الله. نقول نعم، الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الهداية لها أسباب تفعلها أنت، فإذا فعلت السبب فحري أن الله جل وعلا يرتب عليه المسبب. أما أن تريد من الأولاد برًا وخيرًا وأنت قد أهملتهم في الصغر فهذا بعيد ونادر جدًا. يحكى أن رجلًا جاء يشتكي إلى بعض العلماء أن ابنه يضربه، فقال له العالم: ماذا ربيت الولد عليه؟ هل علمته القرآن؟ هل علمته الحديث؟ هل علمته الصلاة؟ قال: لا. قال: وما الذي علمته؟ قال: إنما جعلته يسني الدواب، ثيران، يسني، السواني معروفة، يستنباط الماء من البئر على الدواب. قال: جعلته يسني الثيران ولاستخراج الماء من البئر. قال له: إذن هو ضربك يظنك أنك ثور من الثيران، لأنه اعتاد على الضرب، فهو ضربك بناء على ما اعتاده. فعلى كل حال لا يتوقع الوالد من الولد أن يبر به وقد أهمله في الصغر وضيعه في الصغر، وهذا حال كثير من الناس في مجتمعنا الحاضر، لأنهم انشغلوا بأمور دنياهم وملذاتهم وسفراتهم وغير ذلك من الأشغال، ولا يدرون عن شأن أولادهم، لا يدرون عن ذلك شيئا، صلحوا أم فسدوا، وهذا إهمال وتفريط، فسيندمون عندما يرون أولادهم على غير النمط المطلوب وعلى غير السلوك المطلوب، سيندمون على ذلك، ولا تساعة مندم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الأولاد ينشأون على الكراهية للغير لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم، ينشأون على الكراهية لأنهم لم يربوا على المحبة وعلى صلة الرحم وعلى التعرف على الأقارب
لم يربوا على ذلك، بل ربما أنه يتنكر مع نفسه، وربما تضيق عليه الدنيا، وربما إذا وقع في شدة أنه ينتحر فرارا مما هو فيه، لأنه لم يرب على الإيمان وعلى الدعاء وعلى حسن الفال والرجاء الصالح بالله سبحانه وتعالى، الصبر على الشدائد والكروبات، لم يربى على ذلك، وربما يجره الأمر إلى أن يقتل نفسه ليتخلص بزعمه مما هو فيه. هذا من ناحية، سببه عدم التربية على الخير. والناحية الثانية في هذا لما يشاهده في الفضائيات، وما يشاهده في المواقع، وما يشاهده في الإنترنت من دسائس الشيطان ومن عمليات الانتحار التي يفعلها الكفار، فهو يقتدي بهم ويظن أنهم على صواب، فيقتدي بهم لما يرى ويسمع من هذه الوقائع التي جلبها لنا أعداؤنا بواسطة هذه الوسائل، لأن والديه لم يجنباه النظر في هذه الوسائل والاستماع إليها. هذا ما تربى عليه أولادنا، نسأل الله العافية. فالواجب أن نلتفت لأولادنا، والولد أمانة في عنق والديه ربيانه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا كان الأب لا يأتي إلى البيت إلا نادرا، ويأتي للأكل والنوم فقط، ولا يعرف أولاده، والأم كذلك تخرج من البيت لأعمالها الوظيفية، لأعمالها الوظيفية ولدراستها وتدريسها وغير ذلك، ولا تدري عن أولادها، وإنما تدعهم عند مربية أو خادمة أجنبية لا شفقة في قلبها عليهم ولا رحمة بها لهم، لأنها أجيرة، وربما تكون صاحبة سلوك سيء وأخلاق قبيحة، ربما تكون كافرة، تربيهم على الأخلاق الذميمة. هي عدو من الأعداء، مكناه من أولادنا مع الأسف. وهذه حال كثير من البيوت اليوم، لما دهتنا المدنية الحديثة وتركنا مسؤولياتنا التي كلفنا الله بها نحو بيوتنا، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فأهملنا الرعاية التي كلفنا بها، وذهبنا في طلب أمور الدنيا وأهملنا أولادنا. هذا حصيد الإهمال، وهذا حصيد عدم المبالاة، وهذا حصيد الاندماج في المدنية الحديثة التي لا أخلاق لها ولا دين لها، وهي معادية لديننا ومعادية لمجتمعاتنا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد الجميع إلى الصواب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.